ايدي وزدت جروحي. مساء الخير يا أهل الكويت وكل أحبتنا في الخليج العربي والعالم العربي. يتمنى دائما أصحاب الشهوات المالية والتيارات المتأسلمة وخاصة الإخوان المسلمين أن يتم تدمير كيان ومؤسسة هذه الدولة. فبعد سقوط عرش الإخوان في مصر بعد أن لفظهم الشعب المصري ولفظتهم بعض دول الخليج، ولكن للأسف ما زالت الكويت تلعب مع الإخوان المسلمين سياسة الله يهديهم، وهم الذين يحلمون أن تصبح الكويت الدولة الإخوانية في الخليج لما تتمتع به الكويت من حرية وديمقراطية، ليتم استغلال هذه القوانين في إثارة الفوضى في الشارع واستغلال القضايا للركوب عليها تحت مسميات الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين. لذلك نرى أن لديهم مجاميع من المراهقين وبعض المغرر بهم وبعض الباحثين عن الشهرة والسياسة للنزول إلى الشارع والتصادم مع رجال الأمن حتى يراق الدم الكويتي الشريف لإسقاط هيبة ونظام الدولة. فلا نستغرب أن قيادات الإخوان في الكويت تكلموا عدة مرات عن إسقاط الكويت، وقالها عرابهم في ديوان البراك، وكرروها في مظاهراتهم بإسقاط القضاء وإسقاط السلطات الثلاثة بالدولة، وقالها عرابهم الإخواني الذي فاوض الشيخ سعود ناصر الصباح رحمه الله على 50 مليون دولار من أجل الوقوف مع الكويت والتفاوض مع صدام المقبور. وأكد الإخواني الكبير ممثل الإخوان المسلمين في الكويت أن صدام حسين قد عرض عليهم أن يحكموا البلاد، وأنا أسأله لماذا صدام اختاركم وذهب إليكم؟ والكل يتذكر ما حدث في أحد دول المغرب، ما قام به اتحاد طلابي للإخوان بالتوقيع على وثيقة الإخوان المسلمين في العالم العربي برفض التدخل الأجنبي لتحرير الكويت، وإنما استخدام الجيوش العربية، وطبعا المقصود ألا تتحرر الكويت. واليوم يستغلون قضية رجل سياسة تهجم على قاضي كويتي وأساء للقضاء وللسلطة القضائية، وهو المشهد يتكرر. فتنزل قيادات الإخوان من حدم وعدم وداعش تثير الشباب، وتستخدم أساليب الإخوان بنظرية الحرب اللاعنف على فلسفة الإخوان، والتي تم توثيقها بكتاب أكاديمية التغيير سلسلة حرب اللاعنف. وهذا ما شاهدناه في المسيرات الأخيرة والشغب من شعارات الإخوان والاصطدام مع رجال الأمن ورمي الصخور لإثارة القوات الخاصة للتصادم معهم، ومن ثم إظهار الإصابات على أن الكويت دولة قمعية وأنهم هم ملائكة الرحمة. وهذه السياسة لدى الإخوان المسلمين يسمونها نتائج الصراع، التي تنبثق منها سياسة التحول ومن ثم التسوية ثم الانتصار والاستسلام ثم التفكك لمواجهة الخصم. وطبعا يتحرك مع هذا الصراع مجاميع إعلامية إخوانية تحث الشباب على الصدام، وكانت هذه المسيرات قد طالبت بإسقاط رمز هذا البلد والانقلاب على الدولة وإسقاط القضاء والسلطات الثلاث. يأتي هذا الدعم وهذا التنسيق من دولة الدويلة الشقيقة، لأنها تعلم أن من أسقط عرش الإخوان في مصر هي الكويت بالتعاون مع شقيقاتها. ويعرف قيادين الإخوان وتنظيم الإخوان الدولي أن الكويت هي البوابة للسيطرة على الخليج. في الأربعة الأيام الماضية وفي رمضان حصل تفجيرات في مصر وبشكل قوي، التهديد الدائم على الحدود السعودية من داعش ومن القاعدة ومن الإخوان في اليمن والقاعدة، لحتى تتشتت جهود السعودية وتبدأ أن تركز في حماية أمنها الداخلي. واليوم جرى عملية تفجير وذبح الشرطة السعودية على حدود اليمن، واليوم داعش داخل الكويت مع الإخوان المسلمين يثيرون الفزع حتى تركع الحكومة لمخططاتهم. هذا ما يخطط لمنطقة الخليج. فالإخوان المسلمين لا يهمهم مسلم ولا غيره، ولا يهمهم الدستور ولا الحريات، إنما فكر إقامة خلافة الإخوان. وللأسف أن وزارة الأوقاف في الكويت
تحتضنها الإخوان المسلمين والمساجد بخطبائها ومؤدنيها من الكويتيين والوافدين من الإخوان المسلمين، إخوان الشياطين، إخوان الفتن ينشرون أفكار الدم. والكل لاحظ أن موقع كرامة الإخوان تحرك في هذه الفترة لإثارة الفتن. وأذكر الجميع بمقولة السعدون قبل رمضان، ألم يقل أن رمضان سيكون ساخن، من أبلغك يا السعدون؟ أتذكر يا السعدون ما قلت لصدام حسين قبل الغزو بحق الكويت؟ أتذكر يا السعدون عندما ركعت ساجدا معتذرا أثناء الغزو أمام أمير القلوب تعترف بخطأك على ما قمت به؟ واليوم تقول إن الكويت تعيش صيف ساخن في رمضان؟ لقد بدأ المخطط من جديد لكسر هيبة الكويت، وما نشر على موقع كرامة بالتويتر استمروا في حراككم، وموعدنا الأحد في مسيرة كرامة وطن 8. وهذا هو ديدن الإخوان، وهدف الإخوان واضح، ضرب هيبة القضاء، ضرب هيبة الدولة. وعندما نفقد الهيبة ونفقد القضاء نفتقد الأمن، وتنتشر الفوضى لينهار النظام في هذا البلد. الكويت مستهدفة الآن من الخلايا النائمة المتأسلمة الإخوانية تمهيدا حتى تسقط من الداخل فتصبح سهلة على جماعة الإخوان وداعش وأي جماعة تطمع في الكويت. ومن الجماعات الإخوانية ما دعت إليه نهج عن ألقاء خطب أمام السجن المركزي يوم الاثنين المقبل. فيا أهل الكويت هذا جدولهم، إن الخوارج من الإخوان المسلمين هم أكثر الناس نفاقا وحبا للدنيا والدماء، والحقيقة أنهم يحبون الفتن وإراقة دماء المسلمين باسم الدين والمتطرفين منهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. وقد كشفت التقارير الأمريكية أن الداعمين لداعش هم أقطاب الدين الإخوانيين بالكويت، فلا نستغرب أن في المظاهرات الأخيرة ينادون بداعش. واحد الإخوان كشف عن نفسه وذكر أن هناك خسائر للعدو، ويقصد به القوات الخاصة الكويتية ورجال الأمن، وأنه راح يكون عندنا أسرى من القوات الكويتية. لقد بدأت الحرب على الكويت لإضعافه، ووجه رسالتي الصادقة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، إن الكويت اليوم يخطط لإضعافها من الداخل حتى تكون لقمة سائغة لجماعة داعش والإخوان المسلمين. يا أهل الكويت تمسكوا بوحدتكم الوطنية، ويجب أن نعلنها حربا على الإخوان، فإننا لنسكت أن تسقط الكويت بأيدي الإخوان وداعش. فنحن أهل الكويت، سور الكويت بقيادة آل الصباح، ونحن تحت طوع سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاه. فحان الوقت أن يطبق القانون بحزم، وأن يتم القبض على رجال الإخوان وكشف مخططاتهم، وأن نقبض على الخونة من الكويتيين، وأن نعلن صراحة أن الإخوان المسلمين ومن يضم تحت لواءهم هم جماعة إرهابية كما فعل السيسي في مصر. أما إذا طبقنا سياسة النعام فإن البلد ستضيع. السعودية دخلت الآن في حالة حرب، ونشرت 30,000 من رجال القوات السعودية في مجابهة داعش، وأما الجيش الآخر السعودي في الطرف الآخر في مجابهة القاعدة والحوثيين والإخوان. والإمارات استعدت، والبحرين يستعدون، فما بالنا نائمون؟ إن الإخوان المسلمين وجماعتهم أعلنوا الحرب، فهل نرى من يرجع هيبة القانون لهذا البلد حتى يسقط الإخوان مرة أخرى على أسوار الكويت؟ اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ادعو الله أن يحفظ الكويت ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل.